بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مختبرنا لليوم، مختبرنا العاشر. هذا المختبر بدنا نشتغل فيه على الأرز. هلا الجزء الأول عندنا من المختبر، السؤال الأول عندي أري 1، 1 2 3 4 5، بدنا نشوف الايرورز. اوكي، بدنا نوجد الايرورز. هلا هاي فيها مشكلة؟ لا عادي، ما لحتى لو ما في حجم هون عادي، بس هون طلعوا ما في، بدنا نعمل فراغ. الري 2 الخمسة، 1 2 3 4، فيها 4، في مشكلة؟ لا، العنصر الخامس بتعبى 0. انتجر اي، تمام. ار 3 الخمسة، عرف array of integers اسمها AR3، sum 0 و product 1 قاسم القطع. integer i يساوي، هلا ال i ما بصير ضلها بدون قيمة ابتدائية، يا بعطيها القيمة هون الابتدائية يا اما هون، هاي 0. اقل من 5 i plus plus، هاي لازم تكون فاصلة منقوطة. sum يساوي AR1 ال i زائد AR2 ال i، يعني رح يجمع اول عنصر 0 زائد 0. هلا إذا العنصر، هلا if sum مود الاثنين طلع المجموع even، مود الاثنين يساوي صفر، إيش معناها هاي؟ معناها even، معناها بتحط القيمة اللي طلعت معك وين؟ ب AR3 الصفر، إذا كانت قيمة ال i صفر. else product، بعرف متغير اسمه product، حاصل ضربهم وبحطه بال product، معناها هذا معنى الكود، هذا إنه إذا طلع معي المجموع even أخزن قيمة المجموع بإيش؟ بـ AR3 الـ i. إذا طلع المجموع odd بدل إيش بسويه؟ بخزن حاصل الضرب بـ AR3 الـ i العنصرين. هلا 4i بتساوي 0، i أقل من 5، i plus plus غلط صح؟ هاي أقل أقل AR1 للـ i اطبعها. see out and line رح يتبعهم ورا بعض فراغات، بعدين رح يتبع سطر جديد. i بتساوي 0، i اقل من 5 plus plus j، لا لازم تكون ايش؟ i عدادي i انا شغال. see out ar2 i فراغ لازم يكون تنتين عندنا، see out and line. i بتساوي 0، i اقل من 5 plus plus i، see out ar3، تمام. هاي ايش لازم تكون؟ end line end l. هيك بنحط التصحيح تاعنا. عندي مصفوفة الأولى، مصفوفة الثانية، بشمع. اوكي، 1 و10 11، 11 لازم ايش احط؟ لازم احط مضروبهم، رح يحط 1 × 10 10، 2 + 20 22، مجموعهم even، رح احط المجموع 3 + 30 33، odd لازم أحط ضربهم 90، 4 + 40 44 even، هأحط مجموعهم 44، 5 و0 مجموعهم 5 odd لازم أحط ضربهم 5 × 0 0. هلا complete the missing statement، fill in the عبيها. character يساوي array source من characters a b c d e f، عندي array اسمها destination، حط حجمها. هاي قديش حجمها رح يكون؟ نتذكر عندي terminating null، 1 2 3 4 5 6، هاي رح تصير 7 حجمها. اوكي، destination خليها تصير 10 مثلا، i بتساوي 0، i اقل من 7 العداد تاعي، خليها هاي 7 نفس الشيء. destination i يساوي source i، عم بنسخ قيم السورس في الديستنيشن. برنت للتنتين، شو رح اعمل؟ سي اوت اس واحد، سي اس ار سي كفايه، و دي اي اس تي كمان كفايه. هلا convert the contents of destination from small to capital. هلا destination كم اري فيها؟ كم عنصر؟ 7. بحكي destination، ساعد destination، destination الاي
ناقص 32، الوجب 32، يعني العنصر ناقص 32. هلا ال A small 97 وال A capital 65، الفرق بيناتهم 32. فإذا بدي أحول من small ل capital لازم إيش أنقص من عنصر 32، وهذا اللي بصير. بحكي لك العنصر نفسه ناقص 32. هلا print the strings betweenهم tab، رح أطبع source و destination بيناتهم tab. السترينج كفاية باسمه. هلا search for the letter D بالdestination D capital، find its location and change it to AND، يعني بدل حرف D بدي أحط AND. هلا هي حجمها 7، okay. If destination I يساوي، بحكي لي إذا بتساوي D location إيش يساوي I، بدي أوجد مكانه. بحكي لك search for its location، وين موقعها؟ حرف ال I موقعها تحت. بعدين بدي أحولها لإيش؟ لـ destination I، بدل هاي إيش بدي أسويها؟ AND، معناها رح يدور. إذا destination عندي يساوي حرف ال D رح أسيب عندي اللوكيشن بمتغير اسمه location، ورح أحول المكان الحرف D لحرف ال AND. هلا see out the letter D was found in the location كذا، رح ياخذ المكان اللي لقاها فيه. destination I لما يجي نطبعها رح يطبع مكان حرف ال D ال AND character. في حد عنده سؤال شباب وصبايا؟ في حد عنده سؤال؟ تمام، معناها هاي سليمه قبل بدايه الاسبوع الجاي، ونحاول نسلم كل التقارير المتاخره علينا خلال فتره المد. في حد عنده سؤال شباب صبايا؟ يعطيكم العافيه.